مولاي يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم أدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب به خطرات الوساوس عن ضمائرنا، وسق إلينا به يا رب رغد العيش وسعة الأرزاق. اللهم وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت به على صراط الآخرة زلل أقدامنا، ونور به قبل البعث ظلمة قبورنا. اللهم يسر على ألسنتنا حسن تلاوته، واجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، واجعل القرآن يا رب وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ومن نزغات الشيطان وشهوة النفس حارسا، وعرفنا برحمتك شرفه وفضله، إنك يا رب على كل شيء قدير. إلهي يا منزل القرآن، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، وطهر به قلبي ونقي سريرتي، وكثر به روعي وحي جناني، واكشف به ضري وحقق توباتي، وأجر به جسدي من النيران.